منصة تكوين أكثر من مكتبة وأكثر من دار نشر، إنها منصة أثرت في المشهد الثقافي العربي خلال بضع سنين. يسرني أن ألتقي اليوم أحد مؤسسي منصة تكوين في الكويت والعراق، الأستاذ محمد ماجد العتابي. مرحبا بك أستاذ محمد. يا مرحبا أستاذنا وشاعرنا أستاذ ياسر، أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة، وأتمنى أن يعني نكون اليوم ضيف، أن أكون ضيفا خفيفا على هذه الفقرة. بالتأكيد تشرفنا فيك عزيزي. أستاذ محمد، تكوين التي بدأت منذ 5 سنوات لا أكثر، أعتقد أنها بدأت في عام 2017 أطلقتموها، أصبح لها صولات وجولات، حدثنا عن النشأة وعن الهدف. في البداية كان مشروع تكوين هو فكرة جدا بسيطة، كان موقع أو حساب على تويتر، كان فكرته هو وضع اقتباسات عن فكرة الكتابة الإبداعية، وكان الاسم تكوين يعتمد على فكرة لحظة البدء أو لحظة الخلق، لحظة الكتابة أو لحظة التكوين بشكل عام بالمفهوم الأعم لكلمة تكوين. ثم تطور الموضوع أنه لا يوجد أصلا في تلك الفترة، يعني بصراحة لم يكن هنالك اهتمام كثير بما يسمى بمفهوم الكتابة الإبداعية أو الكرياتيف رايتنج، وهو ما كان موجود في دول أخرى في العالم، يعني يتم دراسته وتم مأسسته بشكل أفضل. صحيح. هذا صحيح. أدى إلى أن هنالك بعض المقالات بدأت ترجمتها بعض المترجمين، بدأوا يترجمونها، شريكتي وصديقتي الأستاذة والروائية بثينة العيسى أيضا شاركت في بأنها تبعث بعض المقالات التي تقرأها عن الكتابة الإبداعية لمترجمين أصدقاء، وكانوا عن طريق التطوع متطوعين أن يترجموا هذه المقالات. هذه المقالات في موقع تكوين عندما تم تأسيسه أدى إلى حدوث ضجة لنقل في الوسط الثقافي، أدى أيضا إلى أن يتم جمع بعض هذه المقالات في كتاب، وأن يكون هذا الكتاب ريعة للطلبة للاجئين في تلك الفترة، كان للاجئين تعليم اللاجئين يعني وقت الأحداث اللي موجودة في الوطن العربي بعد الأحداث التي حدثت في 2011 في مختلف الدول العربية، فأدى إلى أن يكون هذا ريع هذه الكتب، لماذا نكتب والزن في الكتابة، أن يكون الترجمة عن طريق التطوع. وتعاوننا مع إحدى الدور العربية في تلك الفترة، لأننا لم نكن دار نشر ولم نكن مكتبة، كان مجرد مشروع ثقافي عن الكتابة الإبداعية، وكان يتم ريع هذه الكتب، بيعها إلى الطلبة اللاجئين لتعليم بعض اللاجئين ومخيمات اللاجئين. الأمر أدى إلى يعني في خطوة أخرى إلى أن نحن نقيم ورش للكتابة الإبداعية عن طريق التعاون مع بعض الجهات المحلية باستضافة روائيين مثل الروائي والصديق العزيز الأستاذ سنان أنطون والشاعر أيضا، وبالإضافة إلى مثلا واسين الأعرج، الروائي واسين الأعرج، أدت إلى فكرة أننا لماذا لا يكون هنالك بالإضافة إلى ورش الكتابة الإبداعية أن تكون هنالك مكتبة، ومكتبة تكون نوعية الكتب فيها ليست الكتب يعني لنقل بين قوسين الكتب التجارية، أو إذا كنا نريد أن نكون جريئين أكثر ونضع لذائقتنا أساس أو معيار، كتب غير رديئة تكون في المكتبة، تكون كتب نعتقد وإن كنا ربما كأشخاص نختلف مع بعض هذه الكتب، ولكن نعرف أن هذه كتب رصينة، وأن تكون المكتبة فيها الصوت والصوت الآخر، الصوت الذي صحيح ربما صحيح يمثلنا والصوت الآخر أيضا. جميل. جميل. فكرة المكتبة، من خلال المكتبة بدأنا كون أصبح لدينا مركز يعني على من الناحية المادية فيزيكلي هنالك مركز وهو المكتبة بإقامة فعاليات ثقافية في كل ثلاثاء، فكان لدينا طوال العام فعاليات ثقافية سواء كانت أمسيات شعرية أو كانت ندوات أو حوارات أو مواضيع ثقافية مختلفة أو حتى بعض المواضيع التي لها علاقة في القضايا العربية. أيضا إيمانا منا بأن للقطاع الخاص وللمشاريع التجارية مسؤولية اجتماعية حول قضايا المجتمع، فنحن أقمنا ماراثون القراءة الخيري، وهو أعتقد ربما بالنسبة لي وبالنسبة لنا في تكوين هو ربما أهم ما قمنا به في كل مشروعنا الثقافي. ماراثون القراءة الخيرية. ماراثون القراءة الخيري، ما هي فكرة ماراثون القراءة الخيري؟ فكرة ماراثون القراءة الخيري هو أن عن طريق بعض الرعاة، هيئات تجارية ومثلا مراكز طبية، بنوك،
بأن يتم مثلا في أيام محددة، لنفترض يومين، كل شخص يأتي إلى المكتبة أو يأتي إلى مكان الفعالية، كل 10 صفحات يتم قراءتها يتم التبرع بمبلغ يعني ما يعادل $3.30 للطلبة المعسرين. نعرف تماما أن في الكويت هنالك مشكلة بأن هنالك الكثير من الطلبة لا يستطيعون توفير المبالغ اللازمة للتعليم، فكان هذا المشروع لحد الآن، هذه الماراثونات بنسخه التسعة، أدى إلى تعليم أكثر من 400 طالب، وهو شيء بالفعل نفتخر به، وهو أن يكون هنالك ربط بين المشروع الثقافي والمسؤولية الاجتماعية. اسمح لي أن أقف هنا محمد، اسمح لي. تكوين استطاعت أن تساعد 400 طالب على إكمال تعليمهم، 400 طالب معسر، وهكذا يعني أنا الآن أستطيع أن أستمد شيئا من هذا الاسم، من تكوين. هي فعلا ساهمت في التكوين وأصبحت مؤسسة اجتماعية، وهذا هو ربط الثقافة بالمجتمع، وهو أحد أهدافكم الأساسية. بالضبط، يعني بالضبط أستاذ ياسر، هي الفكرة. نحن دائما ما نقول بأننا نحن نسعى إلى التغيير من خلال القوة الناعمة في المجتمع، من خلال قوة الكلمة. اليوم أرى بأن ما نقوم به هو ليس منة على المجتمع، هو دور وجزء، وربما نكون أحيانا مقصرين، ولا أقول ذلك فقط من باب الشعار، بالفعل كل مؤسسة تجارية أو ثقافية يجب أن يكون جزء منها ارتباطها في المجتمع. اليوم لا يوجد أهمية أو قيمة للثقافة بشكل مجرد أننا نحن فقط نريد أن يعني هذه مفهوم أو ما يقال الثقافة لأجل الجمال، لأجل الجمال، لا يوجد شيء هنا. حتى صح. الجمال هو بحد ذاته، الجمال هو قيمة. على الأقل في واقعنا العربي لا نملك هذه الرفاهية أبدا. بالضبط، لا نملك هذه الرفاهية. فكانت الفكرة بأننا نقوم بهذا الدور ونحاول أن نغير الصورة النمطية التي مع الأسف شارك الكثير من المثقفين العرب بها، وهو أن المثقف العربي يعيش في برج عاجي ولا علاقة له بقضايا مجتمعه، وهذه الصورة النمطية لم تأتي من فراغ، ولا توجد صورة نمطية، وإن كنا نحن نحارب بشكل عام الستيريوتايبس أو الصور النمطية، ولكنني دائما ما أقول لا توجد صورة نمطية تأتي من فراغ، هنالك أسباب لها. فهذا المشروع بعد في الخطوة التي يعني في خطوات أخرى ارتأينا بأننا نريد أن نقيم دار نشر، لأنني كمكتبة أنا ملزوم كمكتبة بأنني أوفر الصوت والصوت الآخر. في دار النشر أنت تمثل صوتك، تمثل ما ترغب به. فكان هنالك مثلا تركيز مثلا على أدب اليافعين في البداية، رأينا أن هنالك ثغرة كوننا أتينا من خلفية المكتبة، فاستطعنا أن نستشف بعض النقص الموجود في المكتبة العربية. وجدنا أن أدب اليافعين لا يهتم فيه في الوطن العربي، صحيح. استطعنا أن نترجم بالإضافة يعني بالتعاون مع أصدقائنا في دار الرافدين الذين نمتلك معهم شراكة استراتيجية، بأننا نترجم عدد لا يقل عن 20 كتاب في أدب اليافعين، بالإضافة إلى ترجمتنا واتجاهنا إلى الأعمال الشعرية الكاملة للشعراء. نرى لهم بصمة مهمة في الشعر العربي الحديث، مثل الأعمال الكاملة التي تصدر للمرة الأولى، كانت الأعمال الكاملة لبدر شاكر السياب، الشاعر الذي هو يعني الأب الروحي للشعر العربي الحديث، بالإضافة إلى الأعمال الكاملة للشاعر العذب والشاعر الرقيق وأحد رواد قصيدة النثر، الشاعر بسام حجار الشاعر اللبناني، بالإضافة إلى ترجمتنا للأعمال الكاملة للشاعر الإيراني سهراب سبهري، بالإضافة إلى الآن نحن في صدد، يعني هذه لأول مرة نقولها عن طريق التلفزيون سوريا، في صدد ترجمة الأعمال الكاملة بعد أخذ الحقوق من يعني من ذوي الأعمال الكاملة للشاعر الإيراني الراحل أحمد شاملو. وهنالك اتجاه آخر كان أيضا لدينا، وهو اتجاه الكتب الفكرية أو الكتب التي تتحدث يعني الكتب السياسية. أنتم مشاغبون فكريا يا أستاذ محمد، أنتم مشاغبون، حدثنا عن الجانب الفكري، ولكن باقتضاب ليس لدينا الكثير من الوقت. بالضبط، يعني هنالك أعتقد يعني ليس عيبا أن يكون للدار توجه، أنا لا أرى بأن ذلك هنالك من عيب أو من ضير في ذلك. فنحن وجدنا بأن هنالك بعض الكتب التي تبين مدى خطر الإمبريالية والرأسمالية على مجتمعاتنا، وأن يتم التعامل معها ليس بالطريقة الخشبية القديمة، لا،
الآن الرأسمالية هي واقع موجود، كيف صحيح. نتعامل مع هذا الواقع المأزوم، كيف نتعامل مع هذا، كيف نستطيع أن نفهم ما هي الرأسمالية، وكيف نستطيع أن نغير من جوهرها القائم على قوة المال كأساس والمال كمركزية لأي مشروع سواء كان ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي أو أي شيء، وهو الذي يتحكم في العالم. فاستطعنا أعتقد بأننا أن نضيف بعض هذه الكتب التي ربما تفتقدها المكتبة العربية في الفترة الحالية. أستاذ محمد، على المستوى الأدبي أنا يعني أريد أن أؤكد بأنه تكوين طبعت ونشرت الكثير من الكتب الأدبية في مجال الشعر وفي مجال الرواية، الكتب المهمة جداً، وفي مجال الرواية وصلتم إلى أعلى الجوائز العربية يعني. وأيضا على مستوى الفكر نشرت وترجمت كتبا فكرية مثيرة للجدل، ولكنها يعني كتب عميقة وتستحق الوقوف عندها. الآن اختر لنا واحدا من هذه الكتب من منشوراتكم لنتحدث عنه. هنالك كتاب أنا دائما ما أحب التحدث عنه، ربما لم يأخذ الصيت أو الشهرة الواسعة، ولكنه كتاب مهم لنقرأ، ألا وهو نحن كعرب، وهو كتاب كيف يبرر التعذيب، العنوان الجانبي من عمق سيناريو القنبلة الموقوتة للناقد الثقافي البريطاني أليكس آدمز. الدار التي أخذنا منها الكتاب هي دار صغيرة، هي دار ذو توجهات يسارية، دار بريطانية. الكتاب الذي شدني فيه وترجمناه هو يتكلم كيف أن فكرة التعذيب تم بداية تبريرها عن طريق الثقافة، وأن هنالك في الموروث الروائي في بعض الروايات الفرنسية بدأت أول مرة يتم تبرير التعذيب عن طريق سيناريو القنبلة الموقوتة. ما هو سيناريو القنبلة الموقوتة؟ أن هنالك قنبلة موقوتة في إحدى المدن، وأن الرجل الجيد أو الشرطي أو أيا كان البطل الهيرو لا يستطيع أن يعرف أين توجد القنبلة الموقوتة إلا من خلال القبض على الرجل الشرير وتعذيبه، لأنه من خلال التعذيب سيستطيع أن يحمل أبرياء. في هذا الكتاب يتم تفكيك سيناريو القنبلة الموقوتة منطقيا، أنه لا يوجد شيء مثل هذا، لا يوجد فكرة بأنك تستطيع إلقاء القبض على، يعني من الناحية المنطقية الآن، وهو يفندها أيضا من الناحية الأخلاقية بالتأكيد، ولكن يقول أصلا من الناحية المنطقية لن تستطيع إلقاء القبض على خلية كاملة، ولكنك لن تستطيع معرفة أين توجد القنبلة الموقوتة إلا من خلال التعذيب. هذه موجودة ومتجذرة، مفهوم القنبلة الموقوتة، في أدبيات الرأسمالية الغربية. دائما في الأفلام الهوليوودية البطل يقوم نحن في السينما أو في التلفاز يقوم بأخذ الشرير ويعذبه باستخدام أسوأ أدوات التعذيب، وفي النهاية لأنه يريد أن ينقذ حبيبته أو ابنه أو مجموعة من الأبرياء، فعل التعذيب نقوم بأن يعني يكون ردة فعله أن نحن نصفق للبطل الذي يمارس التعذيب، وهو فعل غير أخلاقي لأنه يريد استخلاص معلومة. نعتقد بأنه لا يتم استخلاصه إلا بهذه الطريقة، وهو من الناحية المنطقية سيناريو غير قابل للتطبيق، وهو من الناحية الأخلاقية أمر خطر، أنه حتى في ذلك أنت تمارس فعلا غير أخلاقي لتبرر بشكل ما أنك تريد استخدام القوة. وفي الموروث في الكتاب يقول أنه في الموروث الثقافي القديم، في الموروث في بداية تجليات أو في بداية تطبيق مفهوم سيناريو القنبلة الموقوتة في الأدب، كان عن طريق أن الفرنسيين يعذبون مجموعة من الجزائريين ليستطيعوا أن يعرفوا كمية من القنابل التي سيتم تفجيرها أثناء الثورة الجزائرية. هذا الكتاب مهم جدا لأننا نفهم بأنه لا يوجد سيناريو قنبلة موقوتة على أرض الواقع، وأنه حتى لو وجد منطقيا وهو أمر غير قابل يعني غير حاصل، هو أمر أخلاقي سيء بأن يتم تبرير مفهوم التعذيب لنا، أن نصفق لعملية التعذيب وأن نكون جزءا نتقبلها في وجداننا، أنه في لحظات الحقيقة الكبرى أو في اللحظات الصعبة لا غير من التأذيب، لأنها ضرورة لحماية الأبرياء، وهي في البداية انتهاك لحقوق الأبرياء، وهي في البداية الرخصة الأساسية لما سيجلبه من مآسي على الشعب الذي سيتقبل هذه الفكرة. الحقيقة أستاذ محمد أسرتني بالحديث عن هذا الكتاب كيف يبرر التعذيب، وربطت بشكل أو بآخر بينه وبين حيوانة الإنسان لممدوح عدوان، هنالك يبدو سياقات قريبة.
وأيضا حفزتني على أن نخصص حلقة خاصة من ضمائر متصلة لنعالج موضوع كيف يبرر التعذيب أدبيا وفنيا، كيف يتورط الفن والأدب في تبرير التعذيب. أشكرك شكرا جزيلا مؤسس وشريك في منصة تكوين الأستاذ محمد ماجد العتابي، شكرا جزيلا لك. أنا أشكركم أيضا على هذه الاستضافة، وشكر خاص لك أستاذ ياسر ولتلفزيون سوريا الذي أثار بعض المواضيع التي لا يجرؤ أحد أو أحد في الإعلام العربي على إثارتها، ونشكركم على كل دعمكم لنا في كثير من المواقف، فشكرا لكم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أيها الأحبة، أراكم السبت المقبل، كونوا بخير.